فضيحة جديدة ضحيتها الشعب اللبناني. في تقرير أعده سبوتشوت سابقاً، عرضنا لكم التنفيع التي قدمتها وزارة الصحة العامة على طبق من ذهب لشركة أريبة التي يملكها ماهر ميقاتي، نجل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك من خلال الحصرية غير المنطقية التي تعتمدها الوزارة، حيث أجبرت في قرارها الوافدين عبر مطار بيروت على دفع ثمن PCR ليس نقداً بل على منصة مفصلة على حساب أريبة، تجربة لا تقل بشاعة عن سابقتها، فعلق المواطن مجدداً بين فكي الوزارة والشركة. يعرض لكم هذا التقرير التفاصيل كاملة. عاش القادمون إلى لبنان مهزلة PCR، هذا الاختبار الذي لا يكشف فقط وباء الكورونا، إنما يكشف المنفعة السياسية والمادية التي تكتسبها أريبة ورئيسها ابن الرئيس ميقاتي. عطل يقولون أنه تقني طرأ فجأة على منصة وزارة الصحة، منع القادمين إلى لبنان من دفع رسوم PCR ولم يبلغ المسافرين به مسبقاً. العملية أخذت شي ساعة وشوي، نحن عم نشتغل مش بس أنا، في شي 15 لبناني عم بحاولوا يفوتوا على المنصة لحتى يدفعوا، صرنا نحكي مع بعض بليز إنه عطونا كروتتكم، خدوا $30، خدوا شو ما بدكم لأنه حتطلع الطيارة. طب خدوا كاش، ما في حدا. لا بتزبط ما بتزبط، حاعطونا حدا من الميدل إيست نقدر نحكي معه لحتى نفرجيه، عم تعالوا شوفوا كم كارت صرنا مفوتين، ما عم يمشي الحال وواقفين مثل الهبل يعني مزلولين اللبنانية بالمطار بدبي، بس عم نحاول نشتغل على المنصة. اجا شاب ما بعرف من أي جنسية أنا ليساعد، فات على تليفوني حاول يفوت على المنصة ما كان تزبط معه، قال لي لحفوتك بس على شرط بليز تدفعي بلبنان. الباقيين ما عرفت شو صار بمصيرهم صراحة، لأنه كان في بعد 5 minutes صرت أركض على الطيارة لحتى أخلص حالي. شي طبيعي يصير في خطأ عال، ولكن لماذا لم تفصح الوزارة عن هذا الخطأ؟ مش هون المشكلة، المشكلة لما وصلت على لبنان تعرفي يعني خط فيه شي 100 واحد قبلي بس ناطرين لنعمل الكوفيد تيست، وصلت آخر شي فاينالي لحتى أعمل التيست، بيقوم بيقلي الشاب فرجينا أنه أنت دافع على المنصة، قلت له أنا هيك صار معي وما في، قالوا لي ادفعي بلبنان، قال لي للصراحة لقلك نحن إلا من مبارح المنصة واقفة، قلت له سوري، قلت له عارفين إنه المنصة واقفة وزليننا هيك بالمطار، قال لي شي عطوا خبر للميدل إيست أو عطوا خبر للمطارات انترناشنلي لحتى يعرفوا إنه ياخدوا كاش يا طلعوا العالم سيسروها. لماذا لم تجد الوزارة التي تدعي أن مصلحة المواطنين هي أولوية بالنسبة لها طريقة أخرى تسمح لهم بدفع PCR؟ والجواب طبعاً لأنه في حال كان الدفع نقداً لا تستفيد منه أريبة. نحن مناشد معالي وزير الصحة أنه يرجع أفضل آلية ما بتعمل مشاكل للمسافر خارج لبنان، هي الآلية اللي كانت موجودة أنه بتنزل على التكت، ووزارة الصحة يعني ما لغت خيار التعاون مع شركات الطيران، والدليل أنه اعتمدوا الـ AMD، في شركات أوكي ما قبلت، في شركات قبلت. طيب لما الشركة قبلت شو الفرق بين الوثيقة الإلكترونية اللي بتصدر من شركة الطيران وشو الفرق لما كانت تنزل على التكت تحت كود P6؟ يعني من لما بلشت المنصة إلى الآن فيها ضياع، سواء بالخدمة سواء بالأمان هي كموقع، وبالوقت في حل جدا بسيط إنه تنضاف على التكت. لازم نتحمل بعض، جملة اشتهر بها الرئيس ميقاتي. هنتحمل بعضنا كلنا سوا، لازم نتحمل بعض كرمال شو دولة الرئيس، والسؤال الأهم مين يتحمل مين؟ إذا كان أصدق الضرائب الجديدة أو التنفيعات اللي بتروح لحسابكم، أو نقبل إنه الدولة اللي لازم تحمينا عم تسرقنا وتجوعنا. كيف تعلقون على تلزيم PCR لابن دولته؟ شاركونا تعليقاتكم.